بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد. طبعا اليوم يكون محاضرة جديدة نتكلم فيها عن الليبيدز تيست اللي هي اختبار الدهون، ليش من نوعين الكوليسترول والتريجليسيرين الدهون الثلاثية. طبعا الكوليسترول هو عبارة عن مادة شبعية دهنية توجد في الجسم يحتاج إلى داء وضعف معين، لكن عند ارتفاع نسبة الكوليسترول في الماء أكثر من نسبتها المعينة والمحددة يؤدي ذلك إلى الحصول الكثير من الأمراض، الهيرت ديزيز والستروك والهاردينج أو ذا أرتري. الهيرت ديزيز طبعا هي الأمراض القلبية، ولا والستورك اللي هي ما يسمى بالجلطة الدماغية، والهاردينج أو ذا أرتري يور أرتري اللي هي تصلب الشرايين. طبعا ان ارتفاع نسبة الاخطار ارتفاع نسبة الكوليسترول اللي دائما العائلة تكون هاف فاميلي هيستوري از كوليسترول هارت ديزيز، طبعا اللي تكون لديها تاريخ في ارتفاع نسبة الكوليسترول معرضة او امراض القلب، زيادة بالوزن، وايضا تناول الكحول او تدخين التدخين. طبعا الكوليسترول يقسم الى نوعان اللي هي او ثلاثة اللي هو لو density للبروتين اللي هو LDL ذو الكثافة الواطئة، و high density للبروتين هو ذو الكثافة العالية، وأيضا عندنا النوع الثالث هو الترايجلسيرين. لكن أنا ما ذكرت تريوز ذات مين أهم نسبة الكوليسترول اللي هي تقاس بالمليغرام بالديسيلتر الواحد. طبعا عندنا نوعان من الكوليسترول اللي هو الكوليسترول ذو الكثافة الواطئة والكوليسترول ذو الكثافة العالية. والكوليسترول ذو الكثافة الواطئة نسبته من 70 إلى 130 ملغرام للديسيلتر الواحد، والكوليسترول ذو الكثافة العالية من 40 إلى 60 غرام بالديسيلتر الواحد. طبعا أيضا توتر نسبة الكوليسترول بالصورة عامة اللي تتراوح 200 غرام أو أقل، كل ما كانت النسبة أقل كانت نسبة الدهون أقل أو نسبة الكوليسترول في الجسم أحسن، يعني تكون نسبة نورمال. ايضا عندنا التريجليسيرين اللي هي الدهون الثلاثية من 10 الى 150 غرام ديسيلتر بالواحد ديسيلتر. طبعا هنا أنا ملاحظة اللي هي نسبة الكوليسترول والتريجليسيرين يتم الحفاظ عنها اذا كانت لدينا الاب نورمال اللي هي الارتفاع في عن النسب الطبيعية اللي ذكرناها هسه. طبعا الاتباع يعني يكون حسب مراجعة الطبيب وايضا حسب اجراءات ويعني الامور اللي يوجهها الطبيب. طبعا ايضا تكون ايضا في حال كانت النسبة يعني صعود بنسبة قليلة يجب اتباع حمية غذائية، المريض يتبع حمية غذائية ويكون بعيدا عن أكل غير صحي، ينتج عن ذلك انخفاض بسهولة بصورة طبيعية جدا. لكن في حالة تدهور حالة المريض أو عدم انخفاضه لدى أيضا عدم انخفاض باتباع حمية غذائية وعدم انخفاضه يؤدي ذلك أيضا يجب على المريض أن يعطى أو يصرف له الطبيب الأدوية المناسبة لتخفيض هذه النسب. وهذا ما كان محاضرتنا هذا اليوم اللي هي lipids test اختبار الدهون. والسلام.